السلام عليكم يا جماعة، مرحبا بكم. إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله تكونوا بصحة جيدة كالعادة. معكم تونسي في أوكرانيا. اليوم مش نحكي ولا حاجة، فما تحيل قاعد يصير وصارت لي هذه عند نهارين التالي. يعني قبل يومين جاني تليفون مرتين، بعد طلعت الحكاية كالتالي: فما أرقام يطلبوك ويقولوا لك اللي هي او هو مسؤول في البنك او بنك تطلبك وتقول لك عندك مشكلة في الكارت متاعك او مشكلة في الكونت متاعك. واولا اش قالوا لي؟ قالوا لي ما قالوا ليش اسم البنك، قالوا لي البنك معاك يعني، وقالوا لي عندك مشكلة اللي انت حاجة كيما انا متحيل، كما انا حاجه غششت فيها في الكونت متاعي. يعني البنكة اتصلت بي وقالت لي عندك مشكل ولازمك تحاول تصفي الوضعيه متاعك. وانا استغربت. علاش؟ على خاطر عندي زوز كوارت ما نقولش اسميهم يمشي ويخدموا امور واضحه، ما فماش حتى اشكاليه فيهم، نقضي بيهم كل نهار ما فماش حتى إشكالية. ولكن الهاتف هذا كي جاني ما استغربت أولا وما صدقتش. علاش؟ كما قلت لكم خاطر الكوارت متاعي يشتغلوا، معناها يخدموا، فماش حتى إشكالية. ألور شنو المشكل؟ مشيت البنكة قالوا لي ما عندكش حتى إشكالية وما تصلناش بيك. وفما مشيت البنكة الأخرى وقالوا لي ما عندك حتى إشكالية، الكارت بتاعك تخدم، ما عندكش مشكل. يعني ننصحكم إذا أي شخص طلبك وقالك البنك معناها معاك وعندك إشكالية، ما لازمكش تصدق إلا في حالة إذا أنت تعرف الشخص اللي طلبك. خاطر بطبيعة الحال إذا أنت تمشي تعمل كارتة تكون عندك شخص تعرفه وتنجم معناها تتصل به شخصيا. وهذه تجربة، رد بالكم. يعني إذا شخص طلبك وقالك معناها عندك مشكلة في الكارتة متاعك أو أنا البنك، ما تصدقش ولازمك تمشي انت تتجه الى البنك وتشوف شنو اشكالية. علاش؟ الخضر اذا اعطيتهم انت كل المعلومات، اعطيتهم كل المعلومات الخاصة بالكارت متاعك والشخص هذا مجهول وانت على علم اللي هي اللي هو شخص معناها من البنك، فهذا حاجة خطيرة برشة. ياخو كل المعلومات الخاصة بالكارتة ومن بعد تصير لك اشكالية كبيرة وتخسر الفلوس متاعك. النجم تكون الكارتة فيها برش فلوس وبعد ما تلقاهمش، ورد بالك تعطي معلومات الخاصة بيك.